أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا هو فضل القرآن وشرف القرآن، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نبدأ الأسئلة. شيخ عبد القادر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ من قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر فكيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. حسبك. اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. حسبك. اقرأ من قول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم
وتكاثر في الأموال والأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وجنة ومغفرة من الله ورضوان ومغفرة من الله ورضوان ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا المتاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حسبك. ما نوع المد في قول الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا مد وما الحياة الدنيا إلا مد المنفصل مد المنفصل لماذا سمي منفصلا؟ وما الحياة الدنيا إلا لأن حرف المد كان في كلمة واحد والهمزة كان في كلمة أخرى. الله لك. مغفرة من الله ما حكمها؟ مغفرة من الله إدغام. لماذا؟ لأننا نغفر فيه. لأن التنوين أتى بعده الميم والإدغام كامل أم ناقص؟ كامل. إدغام ناقص. ناقص إدغام ناقص. هكذا بارك الله فيك وفتح الله عليك. جزاك الله خير. جزا الله شيخنا جزاء الأوفى ونسأل الله أن يشكر سعيكم ببركة النبي الأعظم مصطفى حبيب الله صلى الله عليه وسلم.